خير، لاباس عليكم؟ بخير، صحة لاباس. اليوم ان شاء الله غنديروا في خيطة تاع الدجاج في الفران. غادي نقدموه، تيجي غدا خفيف ودغيا تيوجد، ونديروا معاه اون سالاد وصافي، وتتقدموه وشويه ديال الروز الا بغيتو. الوغ نبداو باذن الله. عندي لي بيلون ديال الدجاج، هادو في خيطات مقسمين، هادو ديال الدجاج، عندي الفوقاني، الطرف الفوقاني والفخد، فوالا. عندي الملحه والبزار، عندي واحد هاد سميتو شويه تاع الكوري، شويه ديال الكوري، ها هو. عندي شويه الحبق يابس او الطري اللي عندكم. عندي واحد شويه ديال واحد كاس ديال لاصوص طوماط، اي صوص طوماط عندكم. لما عندكمش لاصوص طوماط استعملوا مطيشه الحب، وفكروني نعطيكم مطيشه الحب، ما حد الشمش باقا كيفاش تصوبوها، في يومين تتوجدوها ولا 3 ايام تتوجدوها، وتتكون عندكم وتتصبر لكم المده ديال عام، ما تتخسر ما والو. تديروها في قرائف في الثلاجه وتتبقى لكم المده ديال عام، ما تتخسرش وتتجي رائعه وبدون مواد حافظه. الوغ نبداو باذن الله. هنا في المقله غندير شويه تاع الزيت، وغادي ندير الفخيطه تاع الدجاج شويه تاع الزيت العود واحد شويه، وغندير الفخيطه تاع الدجاج يتحمروا في المقله، ومن بعد غندير لهم شويه الملح وشويه البزار، ونتلاقاو دابا. دونك هنايا انتم شوفوا درت قطيره وحده ديال الزيت العود، دونك وغادي نحط لي بيلون ديال الدجاج. فوالا، وغادي نخليهم حتى يتحمروا، يتحمروا ملي من لافاس غنقلبهم لافاس اخرى. دونك هنايا من بعد ما حمرت شويه الدجاج في المقله، دونك غندير الملحه والبزار. درت ليه ديجا شويه في المقله، درت ليه شويه تاع الملحه والبزار، وغنعاود درت غير شويه في المقله، ودابا هنايا غنعاود ليه شويه الملحه والبزار. غندير ليه الحبق، قلت لكم الا عندكم الحبق طري خدموا بيه تيكون حسن. الفران تيسخن لميتين درجة، غندير شوية تاع الكوري، شوية غير شيشات تكتروش، اللي تيبغيه كتير يديرو. وغادي ناخد لاصوص تاع مطيشة، انا عندي هذه ديال الدار. انا قلت لكم اللي ما عندوش يدير مطيشه الحك مع واحد شويه تاع المدافي، يجريها شي شويه، ما يخليها شويه، ماشي يجريها كاع. هذا هكا في كاع الجوانب، وغادي ندير شويه تاع المدافي لهاد الشويه باش نزيدو. جهد لي طيب لي الدجاج، فوالا صافي. وغادي نخشيه دابا في الفران، ونتلاقاو ان شاء الله من يخرج هذا الشيء. هذا دونك الدجاج ديالنا من بعد ما خرجناه من الفران تيكون بهذا الشكل هذا، والمذاق هائل بزاف بزاف بزاف، فريمون تيجي روعه. فريمون لذيذ بزاف بزاف، روعة. جربوها البنات وردوا عليا الخبار.